السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا الأخوان وبياكم إن شاء الله بإذن الله. اليوم بنتكلم عن موضوع أو تكملة لأحد مواضيع منها كومت يعني تورك بلس. بنتكلم حول أوبريتنج سيستم وبالأخص على اللينكس كونفجريشن، كيف بتعمل نتورك أو شيرينج فايل بتوين تو لينكس كمبيوترز. بنتكلم كمان حول لينكس بيرميشنز وكيف بتنشأ المستخدمين، وبناخد اوفر فيو حول لينكس. طبعا نحب نتكلم تبع منهج الخاص بكومتيا. على بركة الله، ده نظام تشغيل اسمه ابونتو. تمام، ابونتو حقيقة هو مأخوذ من كلمة افريقية وهي اسمها أو بونتو، بمعنى الهبة أو الهبة إلى الإنسانية أو المنحة إلى الإنسانية. مبني على نواة ديبيان. ديبيان أحد توزيعات الأكثر انتشارا. طبعا يا شباب، حتى لا أكون قد أغفلت، نحن لما بنتكلم وبنقول أوبريتنج سيستم، أنت كنتورك إنجينير أو كنتورك أدمنستريتر أو كأي تي سبيشاليست، وجب عليك انه تقدر تميز وتقدر تفرق ايش هي المينيمم ريكويرمنت حق كل نظام تشغيل، وايش معنات لما نقول لينكس، وايش معنات لما نقول يونكس، وايش معنات لما نقول ويندوز، وايش معنات لما نقول اب او ابل ماكنتوش او ماك. تمام، طيب لما نتكلم كاوبريتنج سيستم نحن منخص شركه محدده. كثير من الاخوان يوقعوا في خطا لما يقول لك اوبريتنج سيستم فتفكيرهم مباشره بيطلع على مايكروسوفت. لا، نحن نتكلم، هو عباره عن جنرال تيرم، يعني عباره عن مصطلح عام خاص بانظمه التشغيل. حتى الانظمه التشغيل الخاصه بالموبايل تسمى او اس، اوبريتنج سيستم. فلما نقول اوبريتنج سيستم قد نتكلم على ويندوز باصدارات الكلاينت والسيرفر. لما نقول كلاينت يعني معانا ويندوز 9X، معانا ويندوز مانيليوم، معانا ويندوز NT، معانا ويندوز 98، معانا ويندوز 95 اللي هو 9X تسعينيات، معانا ويندوز XP، معانا فيستا، معانا 7، معانا 8. ولما نقول نظام تشغيل من نوع كلاينت ممكن نقول 2000، وممكن نقول NT، ممكن نقول 2003، وممكن نقول 2008، وممكن نقول 2012. ومعنى هذا الكلام انه في نوعين، في 64 بت وفي 32 بت. ولما بنقول لينكس احنا قد نتكلم على الابونتو، نتكلم على السوزي، نتكلم على الماندراك، نتكلم على الفيدورا، نتكلم على ديبيان، نتكلم على الريد هات، نتكلم على اليالو دوغ، توزيعات كثيره من اللينكس. انا ما اقولكش انه انت يعني تتقن جميع توزيعات اللينكس، لا، ده كلام غلط ومستحيل. انا بقول لك خذ لك توزيعه، وتوزيعه منتشره زي الابونتو مبنيه على نواه ديبيان، بمعنى انت ضربت 2 في 1، يعني اشتغلت على ابونتو اشتغلت على ديبيان وكون بروفيشنال في بي. تمام، ونتكلم على كلاينت وسيرفر، ويعني 32 بت 64 بت كمان. ولما نقول يونكس ممكن نتكلم على 264، ممكن نتكلم على نوفال نتور، ممكن نتكلم على سنسلريز الى كمان كلاينت سيرفر 32 64. ولما نقول ابل معناته نتكلم على الماك او اس اكس او ماك او اس اكس لاين. تمام، عندي مجموعه من التوزيعات دي. انترفيس واجهه تسجيل الدخول حق الابونتو. عندي هنا خيارين، اما بدخل جاست سيشن، الخيار الجاست اللي موجود في ويندوز انه انت يعني كزائر بتدخل بس تتفرج، يعني you don't have any permission to install software, to create file, to date. يعني just you can view فقط. اوكي، او عندك اللي هو عبارة عن اليوزر الادمنستريتر. لما نتكلم على اليوزر الادمنستريتر نحن نتكلم على اليوزر الكبير، يعني الادمين، يعني بتاع كله، يعني اللي يقدر يعمل شيء. دي الانترفيس الخاصة باللوجن او الجي او اي الخاصة، الجرافيك يوزر انترفيس الخاصة بتسجيل الدخول لواجهة اللينكس. حط الباسورد. طبعا لازم تكون كومبلكس باسورد، بمعنى انها كومبلكس معقده،
يعني كلمة تصير معقدة، تحتوي على capital letter، تحتوي على small letter، تحتوي على characters، تحتوي على numbers إلخ. دي الانترفيس اللي حانت يعني كما شايفين، يعني دي الانترفيس الخاصة بالبونتو. طبعا انت بتلاحظ في مايكروسوفت كان هنا في الأسفل عندك التاسك بار، فده عبارة عن التاسك بار الخاص بالبونتو نحن اللي نتكلم عليه. هنا عندك كل شيء، طبعا هذا الديسكتوب خاص في الابونتو، يعني دي الواجهة. هنا عندك المستخدم، فعندي الجاست سيشن وعندي اليوزر اللي انا داخل عليه، ده بتلاحظ عامل لي عليه علامة صح. هنا محتاج انا لما اشوف يعني السيستم سيتنج، الديسبلاي، الستارت اب ابلكيشن، السوفت وير اب تو ديت، الابديتات، البرينترز، لوك سكرين عشان اقفله، لوج اوت تسجيل الخروج، سسبند اللي عبارة عن السبات، اضافة الى الشت داون، وهنا الريستارت موجود. تمام. هنا عندك عبارة عن التايم، الديت اند تايم، يعني بتشوف التاريخ والوقت. مايكروسوفت الساعة موجودة تحت في الأسفل، أوكي. طيب وكمان هنا عندك بتشوف عبارة عن الفويس، يعني عبارة عن الصوت والبلاي ميوزك والفورورد باكورد ساوند سيتينج إلخ. هنا هذا عبارة عن الخيار الخاص بالنتورك أو إعدادات الشبكة، هنا البلوتوث، إضافة إلى هنا الخيارات الخاصة بالإيميل أكاونت ككلاينت، إضافة إلى الشاتينج ياهو. المليح إنه في الأبونتو حتى لا يكون قد أقفلت، أو في أنظمة تشغيل لينكس في نظام تشغيل مايكروسوفت، إنه أنت يعني عندك ياهو عشان تعمل لوجن ياهو، وعندك هوت ميل عشان تعمل لوجن هوت ميل، وعندك جي توك أو جوجل توك عشان تعمل لوجن على جوجل توك. فعندك يعني كثير من الابلكيشنز او كثير من البرامج انت محتاج انك تعمل لوجن عليها او تدخل عليها عشان تعمل مانجمنت او تعمل شاتينج او تعمل حاجات زي كده. بس المليح في الموضوع انه في الابونتو هو عباره عن واجهه واحده وتستخدم يعني كل شيء. البعض بيقول انه ده متواجده في الويندوز، بقول لك مش سبورتد من النظام التشغيل نفسه بواسطه شركات ثانيه. اوكي، ده قلنا عباره عن التاسك بار، الشريط اللي موجود تحت في مايكروسوفت. طبعا هذا عبارة عن الستارت اللي موجود في مايكروسوفت، دي قائمة ستارت، ده بتلاحظ شعار لابونتو موجود. اذا بتلاحظ شوف اول ما مرر عليها ايش كتب لي، داش هوم، شوف دي اللوحة حقي، فانا اقدر اروح اي حاجة واكتب هنا اللي شيء اشتيه. طبعا هنا لو فتحت، لو طلعت لفوق ده بتلاحظ فايل واديت وفيو، لو رحت على جو واروح على كمبيوتر اللي هو عبارة عن جهاز الكمبيوتر الحالي، عندك سي دي روم، عندك فلوبي درايف، عندك ايش الفايل سيستم اللي هو عبارة عن البارتيشن اللي منصب عليه النظام حاليا. طبعا طابع جمالي، اذا بتلاحظ في عندك السكرول، شوف بالابونتو كيف طالع شكله، يعني جميل جدا صراحة حقيقة. يعني دائما انظمة اللينكس تمتاز بالطابع الجمالي. يعني طيب دي يعني لما تشي تروح كمان الكنترول بانل ممكن تطلع على هنا سيستم سيتنج، ولما تشي عندك اللايبرا اوفيس اللي هو عبارة عن الوورد وحاجات زي كده. تقنيات مفتوحة المصدر مقدمة من شركة أوراكل الداعم الرسمي له، فأنت ممكن تطبع، ممكن تعمل كمان كونفيرت وتعمل سيف كوورد 2003 أو إيه كده يعني. فخلنا حنطلع إلى هنا ونشوف الخيار الدوكس، شوف مايكروسوفت وورد 2007 2010 دوكس، تمام. وهنا ده شيء كوورد 2003، وهنا 2003 إكس بي وأخ إلى آخره. يعني فالنظام يعني مرن فليكسيبل، يعني صراحة حقيقة يعني بدون مديح. يعني طبعا يحتوي على 4 ديسكتوب سكريت، يعني دونت سيف معناها 4 ديسكتوب. فانت ممكن تروح لهنا قال لك ورك سبيس سويتش، فتعمل كده تروح على هنا مثلا دبل كليك، فانا ممكن هنا افتح شيء واروح كمان على الديسكتوب ده وافتح لي شيء ثاني، يعني مثلا هنا متصفح فايرفوكس، طبعا هو المتصفح الرسمي للشي ده. طيب فتح الفايرفوكس، فتح الفايرفوكس عندك، فلو عملت كده انا ورك سبيس، شوف هنا عندي برنامج ثاني، ولو عملت كمان كده ورحت على هنا برنامج ثاني، لو عملت كده كمان ورحت عندي ديسكتوب ثاني. اوكي، يعني من طابع جمالي اكثر. فنحن نرجع لي، شوف اذا بتلاحظ دراج اند دروب، يعني انا ممكن اخذها واعطيها اي مكان. فهي في كانت في الفيو رقم 2، انا بحطها على الفيو رقم 4، بحطها على الفيو رقم 1، بعدين دبل كليك وصلت لها. فنظام فليكسيبل يعني حقيقه مرن. طيب
هذا كمان ابونتو تاني هنا شفت. طيب طيب يا شباب خلونا نتكلم يعني على اليوزرز او على المستخدمين او طريقة انشاء المستخدمين قبل ما نتكلم على الشيرينج. فتكلمنا انه هنا عشان يعني ده الخيار هو عبارة عن سويتش يوزر اكاونت ده بتلاحظ. فبختار اليوزرات الافيليبل اللي موجودين عندي. انا عندي 2 يوزرز. عشان تكريت يوزر ممكن تروح على يوزر اكاونت. دي الطريقة رقم 1 شفت وطلع صح. فهنا في علامة بلس في علامة ماينس. بلس انه انا بزيد يوزر، ماينس انه انا بأحذف يوزر. تمام دي كطريقة. الطريقة الثانية انا ممكن اروح على الداشبورد تبعي اللي هو السيستم سيتنج ده بتلاحظ الان. عمل عليها كليك. فبروح على خيار اسمه يوزر اكاونت. شفت لما فتحت اليوزر اكاونت فنفس الحكاية عطالي. طبعا حتى لكم قد اغفلت هنا ديتيلز. طبعا ده مقسم الى 3 كاتيجوريز. عندك البيرسونال الاشياء الخاصة بالبيرسونال. طبعا هنا الابونتو 1 اللي هو عبارة عن الكلاود ستوريج. الكميزة حلوة واجية من الابونتو انه عندك انت تخزين سحابي او ما يسمى بالكلاود ستوريج كونسبت. مفهوم التخزين السحابي انه انت عندك داتا بتروح بتخزنها في الانترنت عشان فور مور سكيور، يعني عشان ما تضيعش الداتا. فالكلاود ستوريج مصممة عشان سيفنج داتا مش برودكت داتا. طبعا عندك هنا الهاردوير اي شيء خاص في الهاردوير في العتاد في الامور في النتورك في الباور برينتر ساوند الخ. سيتنج كامور سيتنج يعني. فلو رحت على ديتيلز انا فتحت اذا بتلاحظ عطيلي معلومات حول نظام التشغيل. قال لي الديفايس نيم اللي هو عباره عن ال بي سي 1. عندي الرام 1 جيجا. المعالج انتل اي 5. الجرافيك انون الفي ام وير لانه طبعا او اس تايب 32 بت. اذا بتلاحظ جايب لي هنا قال لي الديسك منه مساحته 20 جيجا. طبعا كابونتو ما يحتاج 20 جيجا فهو ياخذ ما بين 6 الى 8 جيجا بايت. اوكي وهذا يعني طبعا انا ما اقول ما بين 6 الى 8 هو الديبند على الديفلوبمنت كيت وعلى الابديتات والترقيات. فهو مبني على الامور دي يعني. فعندك الابلكيشن الديفولت ابلكيشن يعني مجموعه من الابلكيشنز الجايه مع نظام التشغيل نفسه يعني الريموفبل ميديا دفتر الجرافيكس بيطلع لنا لان انا بستخدم في ام وير. فنرجع ثاني مره ونروح على يوزر اكاونت ونفتح يوزر اكاونت. طبعا في اللينكس او ما يحق ليش ان انا اكريت يوزر الا بعد ما اعمل يعني لوك على اليوزر الاولي، يعني اقفل لازم على اليوزر الاولي. ايش السبب؟ فور مور سكيور. طبعا الشيء المليح في لينكس انه ما تقدر تستعمل او تعمل ابسط الامور الا ببرميشن، يعني لازم تعطي باسورد، لازم تبين نفسك انك انت النتورك ادمين او الكمبيوتر ادمنستريتر او الروت بالاصح. في ادمنستريتر في مايكروسوفت لكن في لينكس يسمى بالروت. فده بتلاحظ انا بكبس على زر البلس مش متمكن ان اعمل شيء صح؟ شوف ما اقدر. فقال لي ايش لازم؟ عمل اللوكت ايكون اول شيء صح؟ وعشان ابند يعطي لي الباسورد صح؟ فاعطيه انا. طبعا بتحط الباسورد اللي هو عباره عن الروت الرئيسي، فالان اصبح افيليبل. شوف قفلت انا اليوزر اكاونت حقي تبعي اللي هو الادمين. بس انا قاعد في الادمين لازم يكون انت كادمين. اعمل بلس. اكاونت تايب نفس مايكروسوفت عندي نوعين. انه انت تنشئ يوزر از ادمنستريتور او تنشئ يوزر از ستاندرد. فانا بنشئ يوزر ثاني از ستاندرد لان انا الادمنستريتور. فول نيم وليكن مثلا اسمه تيست على سبيل المثال. فنفس الكلام قلنا الفول نيم هو الاسم اللي بيطلع لكن اليوزر نيم وهو اللي بيطلع عاده بالشاشه. فنخليه مثلا ممكن اوكي خلينا نسميه كمان تيست ماشي مشكله. نقول له كرييت. نستني طبعا طلع عندنا اليوزر اللي اسمه تيست. فاذا بتلاحظ كاتب لي عليه ستاندرد لكن لو طلعت على ولا كاتب لي عليه ايش ادمنستريتور. طبعا اكونت تايب ستاندرد فشان تغيره ممكن تفتح تنقر عليه وتغير. كمان لانجويج ممكن تختار اللغه اللي انت حابب فيها. اضافه الى اللوجن اوبشن باسورد قال لي اكونت ديسيبل يعني الاكونت مش ظاهر. معناته اكونت ديسيبل انه انا لما بعمل الان لوج اوف ما بيطلع ليش. فبروح الى هنا عشان اعمل تشينج باسورد فور. هنا الاول سيت باسورد لوجن وداوت باسورد انيبل ذس اكونت. فاختار خيارات. فانا بقول له اعمل تسجيل الدخول بدون باسورد. ده معناته انه ايش؟ انه كمان يعني انيبل اكونت. لكن لو قلت له سيت باسورد فلازم احط له باسورد. الان انا على سبيل المثال ده بتلاحظ هنا مقياس القوه والضعف وتعمل لي كونفورم يعني. بس انا بحطه يعني بدون باسورد كده يعني. اوكي
واقول له تشينج. طلعت طبعا ده بتلاحظ قال لي باسورد نن اوتوماتيك لوجن شو يكون دخل تلقائي كده اون شو ينحذف تقول له اوف. فاذا بتلاحظ بيطلع لك حتى سهم هنا على اساس انه بيدخل تلقائيا هنا لا. اوكي طبعا هذا هو كان كيف تنشئ المستخدمين. عملنا اوكي فنعمل سويتش. اذا بتلاحظ طلع لي يوزر اسمه ايش تيست. شفت فروح على التيست الان. طبعا في لود لانه انا مشغل اثنين ابونتو يعني بس ما ياخذ ريكويرمنت كثيره من النظام. بس طبعا هذا التاخير يعود الى انه يوزر جديد يروح يكريت البروفايل الخاص باليوزر يعمل الوول بيبر او الباك جراوند او الديسكتوب باك جراوند يعمل لك البروفايل سيتنجز يوزر سيتنجز يعني امور شغلات زي كذا الديفولت سيتنج الخاصه بالمستخدمين نفس الكلام ما بيعمل في مايكروسوفت يعني يوزر جديد. فدخلنا على اليوزر اللي اسمه تيست ده بتلاحظ وده اليوزر اللي اسمه يعني ولا اللي هو الادمنستريتر فعامل لي اثنين صح يعني الاثنين رننج الاثنين شغالين الاثنين يعني اكتف. فنروح على الهوم تبعنا نشوف نفتح. طبعا ده الهوم الخاصه باليوزر اللي اسمه مين اللي اسمه تيست. فانا لو رجعت كده على السهم ده باك ورحت على الهوم الرئيسيه فده بتلاحظ عندي فولدر اسمه ولا وعندي فولدر اسمه تيست. طبعا ولا مش عالم مش عام مش او مش عامل عليه رمز البيت ده او رمز الشكل ده الايكونز تبع البيت دي يعني او الايكون هذه اللي تبع البيت هذا اللي هنا موجود. فطبعا نتيجة لان انا داخل يعني كتيست ده بتلاحظ حتى هنا فده كاتب لي التيست يوزر ماله سيلكتد تمام. فانا بروح افتح التيست فكريت هنا فولدر. شوف كريت نيو فولدر عشان تنشئ فولدر. طبعا انت قادر تعمل زوم ان زوم اوت نورمال يعني كمان شوف يعني نظام مرن حقيقة يعني زوم اوت نورمال زوم فنظام يعني مرن يعني بشكل يعني غير طبيعي يعني حقيقة يعني كمان حتى لما بتنشئ فولدر مثلا هنا المليح في الموضوع انه انت تقدر تعمل ريسايز للايكون كمان يعني فخذ الايكون يعني مط خد راحتك. فهذا عبارة عن فولدر كمان يعني نظام كويس كمان حتى الحذف يعني عندك شيفت وديليت كمان اللي هو مسح نهائي او شيفت يعني او ديليت عادي يعني مسح لي ريسايكل بين او سلة المهملات يعني اذا بتلاحظ سلم ثلاثة الان يعني يحتاج رايت كليك عشان تعمل لي امتي يعني بتلاحظ شوف امتي ترش شوف فضيتها. فمحتاج انا انشئ يوزر هنا وخلينا وليكن اسمه اتش ار. اوكي عملنا فايل او عفوا فولدر اسمه اتش ار. نروح على الاتش ار ده وننشئ داخلته فايل امتي دوكمنت خلينا حاني اعمله وليكن مثلا تيست ونفتحه ونكتب على سترا سترا او عفوا كبست على اختصار سترا سترا بقول له سيف. فسيفت انا الان فالكلام موجود تلاحظ شفت كلام موجود تمام سواء. عشان ترجع باك طبعا كده وبعدين ده ترجع للروت نفس الكلام كده. فانا في الاتش ار حاليا يعني اوكي فارجع للهوم. طيب شباب عملت الان فولدر في داخل التيست حقيقة هو المفروض ما كانش هنا المفروض يكون بالادمين. خلينا اروح على الادمين الان اعمل سويتش ورجع على الادمين. فطال الباسورد واحد ده لانه كادمنستريتر يعني فبروح على الهوم الخاصه في الادمين نرجع باك نروح على الهوم دي. فلاحظت الهوم الان رمز البيت راجع فوق يعني الاكونت اللي اسمه ولا بس الاكونت اللي اسمه تيست رايح منه لانه رمز البيت هو يدل على الاكونت الاكتف او الحساب الاكتف اللي انت متواجد عليه حاليا اللي انت يعني جالس فيه. فاروح انشئ نفس الكلام فولدر واسميه مثلا اتش ار. عملت فولدر اتش ار وفتحت وكريت داخلته امتي دوكمنت وسميته مثلا تيست وفتحت التيست ده كمان وعملت لي سيف كده ورحت على السيف كده اوكي
باك. عشان تعمل بيرميشن انت محتاج تعمل رايت كليك. ففي خيار هنا عندك اسمه ايش؟ بروبرتيز، صح؟ في البروبرتيز ده بيوديك على البيرميشنز، تعمل كده. طبعا هنا النيم وهنا التايب والكونتين واللوكيشن، يعني امور زي كده. بيرميشن عندك الاونر، الاونر معناها المالك، وهنا حقيقة بيخص اي نظام تشغيل او عفوا اي يوزر هو المالك لهذا الشيء. اذا بتلاحظ الكمبيوتر اسمه ولاء، اليوزر اللي اسمه ولاء، شوف هنا هو اللي مالك ذا الكلام، تمام؟ قال لك الفولدر اكسس كرييت وديليت فايلز، اقدر اعمل كل شيء، لو عملت كده ما فيش بيرميشن، لغيت صلاحيتي حتى على نفسي انا، تمام؟ وعندك مقسومه لكاتيجوريز، الاونر والجروب ادر. جروب نفس فكره مايكروسوفت، اللي هو انت بتروح يعني وبتنشئ جروب يعني، ويعني وبتعمل في الجروب دي بعض البلاوي او بعض الاشياء، يعني حتى قائمه المغضوب عليهم، يعني ممكن تحط مجموعه من الاشخاص الغير كويسين او غير لائقين او غير المرغوب فيهم، تحطهم في القائمه هذه وتعمل عليهم شويه بعض الحركات، يعني البلدي او نصكم انه ممنوع يطلع على الانترنت، ممنوع يكريت الفولدرز، ممنوع يعني مجموعه من البرميشنز. فهذا بتلاحظ هنا مجموعه من الجروبس اللي موجوده عندي، تمام؟ فانا اتعامل مع جروب اسمها ولا، طيب نفس الفكره، تمام؟ فعندك ادرس هو عباره عن اي شيء او اي يوزر اخر اخرى بشكل عام، حتى المجموعات بتنضم لي تحت الادرس دي. فموجوده هنا الجروبس عشان مساله يعني التنظيم او الترتيب فتحت. فانا بقول له كفولدر اكسس نن، مش من حقك، كفايل اكسس كمان نن، مش من حقك. قول له ابلاي، شوف هذا الخيار عشان يعمل لك ابلاي لليش بيرميشنز، قول له كلوز. يلا وخلونا احنا نعمل سويتش على اليوزر اللي اسمه تيست حتى نشوف. احنا الان قلنا انه اي يوزر ثاني مش من حقه انه يعني ياكسس، يعني يشوف كفايلز او كفولدرز. نرجع كده نروح على الهوم، نروح على ولاء، فكان اسمه اتش ار، صح؟ حاول نفتح الاتش ار، شوف this folder cannot، شوف contains could not be displayed، شوف يعني ما تقدر تشوف محتواه. اذا بتشوف اللودينج هنا جالس يعني بيلف ويدور ولف ويدور ولف ويدور، ان شاء الله تقعدنا اليوم الى بكره. You don't have permission، معناته you don't have permission، ما عندك صلاحيات، ما عندك access، ما عندك وصول. ترجع لهم يعني ده اول حاجه. يلا نروح على اليوزر الادمن اللي اسمه ولا ثاني مره ونفتح. فقلنا ادمن لانه ادمنستريتور، فقلنا المليح في لينكس انه سكيورتي 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 سكيورتي، هذا يعود بالمنفعه لك. نروح على permission، فخليني احنا نعطيه كفولدر ليست فولدر اونلي، بس كفايل اكسس نن، نقول له كده وكلوز ونشوف. يلا نروح داون، صح؟ طبعا هنا لما تعمل رايت كليك ما فيش خيار اسمه ريفريش، بس انت ممكن تكبس اف 5 عشان تعمل ريفريش. واذا بتلاحظ انا اعمل ريفريش فهو يختفي الان، انا ضغط اكبس زرار اف 5 من الكيبورد ففتحت، تمام؟ ما عنديش اي ايش بيرميشنز. نروح نرجع على الادمين ونشوف صلاحيات. فرايت كليك بيرميشن اجين. طيب نشوف خلينا احنا نعطيه يلا اكسس كفولدر، وخلينا احنا نعطيه از read only كفايلز، نقول له كده read only. ايش عملت انا؟ read only ولا مش ذاكر ولا ايه؟ اعتقد عملت read only. طيب نشوف التست الان. بس نعمل ريفرش كده
كمان هو عادة متأثر. طيب يفترض ان انا اكسس بس شوية نرجع نشوف. اوكي اكسس فايل، وهنا كمان نعطيه ريد. طيب كويس. نغلق شوية فنعمل خلينا نحلق اوف احسن. هو عملت سويتش يوزر. يلا نغلق بس نفتح تاني مرة، لانه احيانا يكون في مسألة التحسس شوية كده يعني. فنروح على بعض نفتح. don't have permission. فإذا بتلاحظ لأنه ستاندرد يوزر مش من حقه يعدل على الصلاحيات أبدا على الإطلاق. أوكي فخلينا بس نعمل لوج أوف منه. لوج أوت. لوج أوت. نروح على اليوزر اسمه هنا. كيوزر ادمنستريتور فاروح بنشد. انا اطبق على الاتش ار او الاتش. عندي اتش ار وعندي اتش، فانا مش ذاكر كنت بدي اطبق على ايش. اوكي كان المفروض اروح على الاتش ار. انا قاس اعتقد يبدو ان انا كنت انقر على الاتش. نرجع نستمر شوية. نبعد الكامبرز ده. اجين ريد كليك. نروح على بروبرتيز. نروح على بيرميشن. ونقول له اكسس فايل. ونقول له ريد رايت. نقول له كريت مثلا ديليت. كده كلوز. الان بنشوف التيست. يفترض انه يكون قادر يعمل كل شيء. ان اعطينا له او ما يسمى بالفول كنترول. نشوف الان. نرجع باك هوم. نروح على اللي اسمه لا. فنشوف اتش ار. ها شفت فتح. تمام. فشباب طبعا الغلطه الاولى نحن كنا نروح نتعامل مع الاتش ونشوف مغلق. فانا عندي كان انا كنت العب في الاتش ار والاكسس واكسس على الاتش. بروح على اتش ار. شفت قدرت افتح. فتحت هنا الان. فممكن انا شوف عمل اياد انا عليه بس كان ايش كان ريد. شوف ما اقدرش ايش رايت. هل عند السيف اكتف مش اكتف السيف. شوف فحاول اعمل حتى كنترول اس من الكيبورد لا يمكن ان انا احفظ. فعملت اكس كلوز او سيف از. بقول له سيف از في نفس اللوكيشن سيف. شوف ريبليس. شوف ايش قال لي. ما تقدر تعمل ليش؟ بريميشن مغلق. اذا تشي تحفظ احفظ لك يا اخي في مكان ثاني يعني وريح بالك. ها خلينا اشيله على الديسكتوب بس اعمل له سيف. سيفه انا سيفته على الديسكتوب. ها شفت وطالع الكلام بس الاصلي مش طالع. ما هو باين عليه قفل. شفت القفل عليه قفل يعني ممنوع. لو رحت كده يقول لك طيب يجي لك واحد درس لك شويه كونسبت على لينكس مش عارف من ورايح لك على البروبرتيز كده ورايح لك على البرميشن يقول لك بغلق عليه. قول له يا حبيبي كل سنه وانت طيب وانت ستاندرد يوزر مش قادر. تمام يعني نرجع على الادمنستريتور از يوجوال يعني باسورد.
فنرجع تاني نمر على اتش ار ونروح على بروبرتيز ونروح على بيرميشن. فعندك هنا مثلا ريد رايت بيرميشن، فانت تعطي له صلاحيات كامله. فموضوع البرميشن هنا فعندك امور محدده، يعني فقلنا مقسوم على الاونر وهو برميشن الخاص باليوزر هو نفسه، والجروبس اللي هو عباره عن المجموعات، تعمل برميشن خاصه في المجموعات او تعمل على الادرس، الادرس كل حتى متضمن المجموعات بس مش متضمنك انت كاونر لانه في لك خيار انت خاص. طب البعض بيقول ليش انا عامل بوليسي على نفسي؟ بقول لك انت احيانا انك تعمل بوليسي على نفسك يعني عشان تحمي بيانات منك انت، يعني لغرض سيفنج داتا، يعني عشان تذكرك في امور معينه. فعندك هنا ليست فولدر اونلي، بمعنى انه انت بتقدر تطلع على محتوى الفولدر اونلي، يعني هنا اكسس فايلز بتقدر انت توصل للملفات بس برضو كمان ريد، لكن هنا كرييت اند ديليت اللي هو عباره عن فول كنترول. تمام، نفس الكلام هنا في مسألة البرميشنز اللي هو ريد اونلي كقراءة فقط، هنا عبارة عن ريد اند رايت. هذا كان عبارة عن البرميشنز الموجودة فيه. وعشان تحذف اليوزر فانت ممكن تروح على هنا مباشرة على يوزر اكونت، فنفس الكلام احنا مش قادرين نتعامل مع الديليت لانه موجود معنا، فلازم نغلق اول شيء ونروح عليه ونقول له ديليت الستاندرد. كل سنة وانت طيب. اوكي، فهو مش قادر يعمل ديليت والسبب انه مفتوح. خلونا بس ادخل عليه، لازم نعمل لوج اوت منه، يعني كذا نروح على هنا لوج اوت. الان نفترض اقدر اعمل، شوف انت بتلاحظ قال لي بيعمل ديليت للفايل او كيب فايل او كانسل، نقول له حتى ديليت الفايل. هنا طبعا لما يتكلم عن الفايل يتكلم عن كل الامور المتعلقه فيه. اوكي، في بعض ملفات كانت مش قادر يحدثها، ملفات تاخذ الخاصه بالبرميشنز اللي انا كنت عاملها من مرزي كده. طيب ده كان من ناحيه موضوع اللي كرييت اليوزرز، وعباره كانت على اوفر فيو على الواجهه تبعه وحاجات زي كده. طبعا هنا السيستم اللي هو عباره عن الكنترول بانل او واجهه التحكم اللي حنتكلم عليه، هنا اللانجوج اللي هو عباره عن الريجن في مايكروسوفت، باك اب كمان، يعني اترككم انتم. طبعا هنا مساله اللي هو عباره عن الاد ريموف بروجرام، فالاد ريموف بروجرام هنا واقع عندك على موسوعه، يعني برامج جاهزه موجوده انت ممكن تحملها، يعني فمجرد بس ما تنقر عليه. شوف ده قال لك ابونتو سوفت وير سنتر، فانت عندك برامج يعني اوريدي موجوده من النظام، بس مجرد ما تنقر عليها وتحملها بس فقط. وعندك برامج يعني على الانترنت، مثال هنا على سبيل المثال هذا في ال سي ميديا بلاير، يعني عباره عن ستور، فهو مقسم الى ادوكيشن وفونت ومش عارف من، يعني مجموعه من الشغلات، فهو عباره عن فري مش مدفوع، فممكن انت تعمل له انستول زي ما تشوف الان انا حاليا. فطلب مني الباسورد، اعطيه الباسورد كادمنستريتر عشان ياخذ البرميشن. فده بتلاحظوا الان بيستب البرنامج. اوكي، طبعا في برامج تحتاج الى عمليه تحميل من الانترنت، والبعض البرامج الاخرى ما تحتاج الى عمليه تحميل او تنصيب للانترنت. هنا عباره عن اوفر فيو، عباره عن دعايه اخرى لمجموعه من البرمجيات، انت ممكن ترجع باك، يعني عندك الحريه الكامله، عندك جيم، عندك ممكن برنامج ثاني تكتبه مثلا على سبيل المثال الزب. فده بتلاحظ عندي الزب انا قد نصبته من قبل، مثلا الرر مش منصب عندي ده بتلاحظ، فممكن اضغط على الرر بقول له انستول كمان. طبعا انا لما بعمل له انستول فهو بينتظر، ليش؟ لانه في برنامج هنا يعني ما زال يعمل انستول، ما زال يعمل بروسيس، فانت يعني تختار تكتب اسم البرنامج اللي يعني تحب انك تنزله وتعمل له داونلود. فهذا عباره عن الداونلود سنتر. طيب شباب نرجع للنتوركينج، معي مجموعة من النقاط انه لازم تتكون عشان انت تقدر تكريت نتورك في اي نظام تشغيل، بغض النظر عن مايكروسوفت ويندوز، عن لينكس، عن يونكس، عن ماك، الخ. اللي هو لازم الكمبيوتر يكون له نيم او اسم او نت بايوس، ولازم الكمبيوتر يكون عبارة له عن اي بي بغض النظر فيرجن 4 او فيرجن 6.
فقط عايبين نتكلم مصطلح عام. إضافة إذا كان ورك جروب أو إذا كان دومين صح؟ طيب أنا أقول لك في شيء اسمه تيرمينال. عشان تفتح التيرمينال اللي عبارة أو ما يسمى بالسي ال اي كوماند لاين انترفيس الخاصة، واجهة الأوامر الخاصة باللينكس بالويندوز اللي ما تعادل بالسي ام دي بالكوماند برومت الدوز. فأنت ممكن تكبس من الكيبورد الت وكنترول وتي، شفت طلع لي التيرمينال تمام، ده كخيار أول اعمل له اكس. ممكن تضغط التيرمينال من هنا عشان يفتك اقول له اكس، وممكن تفتح الستارت عبارة عن الداشبورد وتكتب شوف طلع لي كلمة تيرمينال تي اي ار يعني تيرمينال فتحت، ده كخيار. فهو يقول لي الكمبيوتر اسمه بي سي 1 هنا موجود على الروت اللي اسمه ولاء تمام. الروت ده اللي اسمه ولاء ده السوبر ادمين او الجاد ادمين في لينكس اسمه كده طبعا. فعشان تغير اسم الكمبيوتر او عشان تشوف اسم الكمبيوتر، نحن عرفنا انه ممكن انا اطلع على الداشبورد او على لوحه الكنترول بانل او السيتنج السيستم سيتنج يعني بطلع عليها عن طريق الكليك هنا، بروح على ديتيلز وبشوف عشان اتاكد. شوف قال لي اسمه البي سي 1 يعني لينكس بي سي 1، وشوف هنا ايش مكتوب البي سي 1 لينكس بي سي 1 صح. طيب عشان تغيره انت مع خيارين، تكتب سودو سودو او كلمة سودو او اس يو، وهذا الخيار اللي بيسمح لك انك تدخل كروت. يعني انا لو عملت سودو الان كده سبيس ماينش اي، فلازم يطلب مني الان الباسورد. شفت ايش خلي سودو باسورد فور ولا عكروت يعني، فاعطيه الباسورد انا مثلا. طبعا في لينكس انت تكتب في الدوز ما يطلع اي شيء، بس هو يتحسس يكتب الكلام في الداخل. فده بتلاحظ غير لي هنا بدل ولاء، شوف في الاول كان ولاء لكن هنا اصبح ايش مكتوب، مكتوب روت تمام اوكي. بس انا باخر فرمور سكيور، انا ما انصح انك تستعمل الاوامر على السودو، اطلع من السودو يعني ما تستخدم، ما تدخل على السودو ماينس اي. سودو ماينس اي بيخليك تطبق مباشره كروت كادمين كقدر ككرنل كنواه، بس انا ما انصح فرمور سكيور يعني انت قد تكتب امر ويتستب وينقلب ضدك. فانا انصحك دائما يعني تدخل كجت ادمين او كسوبر ادمين اللي هو عباره عن اليوزر الام اللي تم تحميله اللي هو عباره عن الولاء، عن اسم ولاء حاليا اللي مكتوب ات ولاء هنا تمام، وتطبق الاوامر عبره. اذا بتطبق امر له علاقه يعني في بعض الاوامر تحتاج بريميشن كادمين، فلازم بتلحقها في البدايه في كلمه سودو. نشوف يعني مثلا انا لو كتبت الان جي اديت، جي اديت ده احد البرامج الجرافيكس او الزين نوت باد اللي بيسمح لك تسوي عمليات اديت للبروسيس للمستندات النصيه فورورد سلاش اي تي سي. اي تي سي عباره عن الروت يعني، فانا بقول له هوست نيم يعني اسم الكمبيوتر، بعمل له انتر. نشوف فنستنى شوية عادوا فاتح. شوف فايش قال لي، قال لي هنا ايش ال بي سي 1 صح، مش هنا مكتوب ال بي سي 1 ولا لا صح، اللي هو لينكس بي سي 1 ولا لا، مش كده ولا لا. طيب عشان كده احنا انا خلونا اعمل له كده موف الورك سبيس الثاني يعني كده هنا. تمام اوكي حلو. فاسم الكمبيوتر كده، فلو محتاج انا اغيره اوكي بس افضل اتاخذ اثنين مع بعض. فلو محتاج انا اغيره معي امر يعني بعدل هنا، دي الطريقه الاولى عشان اوصل له. طيب اذا بتلاحظ انا لما كتبت الامر رحت على مسار، رحت اي تي سي بعدين هوست نيم صح. يلا خلينا نوصل له، يلا نروح خلينا نطلع على الهوم او نطلع على نبند الهوم، بلاش الهوم خلينا نطلع على جو، نروح على جهاز الكمبيوتر وبنطلع على فايل سيستم وندور على الاي تي سي. انا على اي تي سي حاليا، اذا بتلاحظ المليح انه شوف شوف البحث فين موجود هنا مباشره، فبكتب له انا مباشره هوست نيم. فوصلنا على الهوست نيم، شفت يلا دبل كليك شفت فتحت. لما فتحت ايش قال لي،
يعني بتلاحظ اوبن ويت تكست اديتر صح مباشره، فده بيطلع لي نفس الكلام. اما بتستخدم الواجهه الرسوميه او بتستخدم نفس الخطوات اللي انا ايش تبعته، نعيدها مره ثانيه، تروح على كمبيوتر وتطلع على سيستم فايل، تروح على الاي تي سي، تستخدم البحث، تضل اي واحد وتكتب هوست. شوف هذا اللي هو عباره عن هوست نيم، شفت؟ تفتحه تمام، ده امر. طيب وممكن تستخدم الامر كادمنستريتر اللي هو بكتب سودو سبيس، بعدين بستخدم اللي هو عباره عن الجي اديت اللي هو محرر نصوص، جي اديت بعدين كده اي تي سي بعدين كده هوست نيم، بس انتر. فقال لي اذا تلاحظ سودو برميشن، اعطيه الباسورد انا الان، شفت فتح. فده بتلاحظ لي هنا كاتب لي هوست نيم وانا باستطاعتي التغيير. كان في شوية هانج معلق اكزيت ويز اوت سيف، خلينا بس اكرر له الامر. اوكي فانا مثلا ممكن اسميه على سبيل المثال 100 تمام، سميت الكمبيوتر 100، بقول له اكزيت وبقول له ايش سيف. عفوا لانه ازريد. اوكي كنسل. فانا محتاج امر السودو، انا ايش طبقته؟ اوكي. فلازم اذا بتلاحظ لما انا جيت عمل سيف ما 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 وافقنا الراي، فلكن لما بعطيه امر السودو قبل فبيوافقنا فبيطلع السيف افيليبل. يعني نعمل انتر لانه له امور خاصه بالبرميشن. شوف السيف افيليبل، بس لما بكرر الامر بدون سودو شفت السيف مش افيليبل، ريد برميشن. فامور تحتاج الى يعني برميشن سودو عشان ادخل از ادمنستريتور. طيب فخلينا اسميه مثلا بي سي مثلا واحد، او خلينا عشان ال بي سي 100 نعطيه الاسم، نعمل سيف. طيب يبدو انه في كلوز اوت سيف، خلينا ننتقل للبرميشن الثاني ندخل عليه، ندخل على التيرمينال نكتب سودو جي اديت اي تي سي وسنين. نشوف اسم الكمبيوتر حفظ، شوف فسميته ال بي سي 20 تمام، او خلينا اقول ال بي سي 100 تمام. طيب ما بيتاثرش، محتاج لانه ايش ريستارت، بتروح الى شت داون واعطيه ريستارت حتى نشوف انه بيتحدث او بيغير اسم الكمبيوتر او لا. فوجب عليه انه يتغير اسم الكمبيوتر، ننتظر لابونتو يعمل ريستارت شويه حتى ياخذ الاكتف. هذا الكلام حتى موجود في الويندوز يعني، فانت لما بتعمل تشينج الكمبيوتر نيم فما بياخذش الاكتف يعني، او ما بياخذش الفعاليه، او ما بيتحسس الا لما بتعمل ريستارت الكمبيوتر يعني. حقيقه يعني لابونتو كمان يتميز في مساله الاقلاع السريع يعني على غرر ويندوز مايكروسوفت يعني. طبعا نحن يعني احنا نستخدم فيرجوال ماشين، شيء طبيعي انه يكون يعني سلو، بس مش فير سلو. شفت نشوف الان، فالكمبيوتر لازم يكون عباره عن ال بي سي 100، نشوف لازم نتغير اسمه. فنروح على ستارت، او ممكن نروح على الداشبورد سيستم سيتنج، بس اما سيستم سيتنج تفتح نروح على التيرمينال. اذا بتلاحظ شوف اسمه واضح هنا ال بي سي 100. كمان نروح على هنا ديتيلز شوف فتح،
اللي تلاحظ قال لك ال بي سي 100. طيب دي كانت كخطوه اولى، وعشان نتاكد كمان بنطبق امر ثاني، بنروح على سودو بنقوله جي اديت، تمام؟ كمان اي تي سي هوست، نشوف اتغير ولا لا، لانه في الهوست هنا بيوصل على اسم الكمبيوتر مباشره. غلط في الباسورد، اخليه ثاني مرة. اوكي فهذا يطلع لوكال هوست و... طيب ده بالنسبة للهوست اللي انا متواجد عليه او اللوكال هوست او الاي بي. ده في مسألة كانت الكمبيوتر نيم. نيجي الى المرحلة الثانية اللي هو لازم اشوف كرت الشبكه، ايش الاي بي ادرس اللي انا حاصل عليه، صح؟ بكل بساطه بقول لك اطلع على السهمين دي، لما يكون سهمين كده معناته واير نتورك، لما يكون اشاره سيجنال وايرلس معناته انه كونكت على الوايرلس، تفتح كده وتروح على كونكشن انفورميشن، يعني بيشوف لك المعلومات حق النتورك. فهو الان حاصل على اي بي ادرس فيرجن 4 ال 192.168.125 وهذا الماك ادرس تبعه، تمام؟ اوكي طيب، وعشان توصل تشوف كمان كذا تعمل سيستم سيتنج وبتروح على نتورك، تفتح نتورك وايرد نتورك، تمام؟ بتقول له اوبشن، شوف هنا حاصل دي الديتيلز عندك موجوده، فا اي بي فيرجن 4 ده عباره عن الماك ادرس اللي متواجد اي بي فيرجن 4، تفتح هنا، هنا عندك مجموعه من الخيارات دي اتش سي بي، دي اتش سي بي ادريس اونلي، مانوال، الى اخره. اوكي فنحن حاطين على دي اتش سي بي لانه بياخذ من الاي دي سي راوتر. طيب الان عندي اثنين جهازين، اوكي طيب بيبقى لي شرط واحد اللي هو لازم اعرفه. نروح على التيرمينال، شفنا اسم الكمبيوتر وشفنا الاي بي ادرس، بيبقى لنا امر اللي هو شرط الاثنين يكونوا على نفس الورك جروب، صح؟ او على نفس الدومين عشان يقدروا يشوفوا بعض، لانه لو كان كل كمبيوتر في ورك جروب لحاله مش قادرين يشوفوا بعض وما فيش اي كونكشن بينهم. بيكون كمان نفس الحاله على الدومين، لو كل واحد على دومين مش قادرين يشوفوا بعض، لازم يكونوا على نفس الدومين. فبتكتب الامر السودو، ليش؟ لانه نحن بننفذ حاجه لها علاقه بالروت، فلازم له امر سودو. كمان جي اديت، ليش الجي اديت؟ عبارة عن المحرر. اي تي سي، ليش اي تي سي؟ لانه عبارة عن الروت بمثابة سيستم 32. بعدين بنقول له سامبا، تمام؟ بعدين بنقول له اس ام بي دوت كوم، تمام؟ بس انتر عشان نشوف النتورك هل هي ورك جروب او لا، ونعطيه الباسورد. طبعا انت بتلاحظ انه بنستخدم امر سودو، شو بيقول لي؟ هو سودو باسورد، بيقول لي باسورد خطا يا راجل. اوكي فتح، كنت اطبع الباسورد انه ملوك مبند، لا اله الا الله. طيب لازم ننزل على حاجه اسمها هنا، نشوفها بس كده شويه 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 شويه. برينتر، طبعا هنا السامبا نحب يعني شيرينج، هو عبارة عن البروتوكول اللي بيعطي لك ميزة الشيرينج والنتورك والشغلات دي. يعني هذا بتلاحظ انا لاحظت دومين لوجين ياس، شوية بس نتورك، اوكي شوف ايش خلي ورك جروب تساوي ورك جروب، تمام؟ اذا معي الجهاز الثاني محتاج اشوفه نفس الشيء، فبروح على التيرمينال نفس الكلام، اطبق امر سودو، بقول له سودو جي اديت، جي اديت اي تي سي سامبا اس ام بي دوت كوم،
بس انتر، اعطيه الباسورد. فنفس الشيء نشوف هل هو جروب ولا، لانه طبعا لو اختلف حرف واحد ما بيشوفوش بعض على النتورك، فاحسن لنا نتاكد من الان. احسن نبحث عليها. اوكي هذه هو الجروب، شفت؟ فهو الان ايش في وضعيات وور جروب. فلو اختلف حرف مثلا هنا بعت حرف البي انا، شفت كيف؟ ففي دي الحالة ما فيش ما بمسك عليه النيتورك، فلازم يكونوا زي بعض، تمام؟ اوكي كلوز، نعمل كلوز هنا، اكزيت اوت سيف، نروح على الكمبيوتر الثاني نعمل له اكزيت. فنشوف الجهاز ده كم اخذ اي بي ادرس كده، نروح على فاخذ 150، باقي على هنا بشوف بيشوفوا بعض ولا لا، بقول له بينج 192.168.1.52 صح؟ إذن اوكي في كونكشن، ده ببنق له هنا. اوكي؟ طيب حلو، شايفين بعض. اشوف ده كم اخذ اي بي ادريس. كونكشن انفورميشن. فاخذ 2 صح؟ ارجع الى هنا. الف كنترول تي عشان التيرمينال. فبكتب امر بينج. 192.168.1.2 نشوف. فالجهازين شايفين بعض الان عشان نعمل بينهم نتورك. اوكي خرجت اكزيت اكزيت وهذا اكزيت. الان كل متطلبات النتورك عندي موجوده، يعني بمعنى الكمبيوتر عنده نيم الكمبيوتر عنده نيم، الكمبيوتر عنده اي بي، الكمبيوتر الاثنين واقعين على نفس الورك جروب. اذا الاثنين شايفين بعضهم. اللي ينقصنا بكل بساطه ان انا اكريت فولدر في واحد من الاثنين عشان اشوفه. بعمل رايت كليك كريت نيو فولدر. وبسمي الفولدر بكتب ذيس از ابونتو. ابونتو. كده تمام، هذا هو الابونتو. فبعمل عليه رايت كليك في شيرنج اوبشن وفي بروبرتيز. اذا بروبرتيز بتطلع على الشير، فنفس الخيارات كشيرنج اوبشن بيعمل لك سمول ويندو. عملت شيرنج اوكي، دي شيرنج اوبشنز. شير نيم هو الاسم اللي بيطلع في الجهاز الثاني بغض النظر عن نوع الشيرنج. هنا كلوكال كمبيوتر اسمه ذيس از ابونتو، بس كشيرنج نيم ممكن انا اخليه هاي او تيست او الخ، يعني اسم مغاير او مخالف. هنا ممكن اي تفسير او اي شيء او اي حاجات. فبقول له كرييت شيرنج. السهمين دول اللي رايحين جايين ما عندهم شيرنج، بس خلونا اعمل ريسايز للايكون عشان تشوفوها. شوف السهمين دول معناته انه في شيرنج. اوكي. لا خلونا نروح على الجهاز ده. السؤال اللي يطرح نفسه، انا كيف بوصل؟ بقولها بكل بساطة، مش هنا عندك هوم، روح على الهوم. دي حاجة. الحاجة الثانية مش عندك هنا كمبيوتر، روح على الكمبيوتر. صح؟ الحاجة الثالثة مش عندك هنا نتورك، روح على النتورك. شفت؟ حلو. كمان هنا هل عندك براوز نتورك، شوف لو فتحت. مش ده نفس ده ولا لا؟ صح؟ شفت؟ طيب حاليا الجهاز ده ايش اسمه؟ بس خلينا نفتح التيرمينال الت كنترول تي، اسمه بي سي 1. يعني ده انا الان شو يروح لده؟ عملت بالكليك فتحت ذيس از ابونتو، ده الفولدر اللي متواجد حاليا هنا. شفت؟ هذا هو ذيس از ابونتو. شوف شو مكتوب؟ نروح ناكسس عليه، نعطيه باسورد. قدرت ادخله صح؟ الان انا موجود عليه. طب نتاكد، نروح على الفولدر ده نفتحه في الجهاز الثاني، وخلينا اكريت يعني اعطيه امتي دوكمنت، وخلينا اعطيه امتي فولدر يعني. بس تعمل ريفريش هنا بس، مش هو ولا لا؟ صح ولا لا؟
اوكي يعني انا عمل شيرنج الان. طيب السؤال، انا اقدر اكريت؟ بقول لك تقدر تكريت. ليش؟ لانه ما عملناش شيرنج بريميشن. انا كريت اثنين فولدر، لو رحت لهنا شفت موجودين، ولو رحت حذف. طيب الشخص الثاني يقدر يحذف؟ بقول لك يقدر يحذف. ها حذف شوف وانشا، لانه عنده بريميشن كامل. بس لو عملنا كده رايت كليك ورحنا على الشيرنج اوبشن وقلنا يعني هنا، معناته انه ايش لهم الصلاحيات الكامله. بس هنا جست اكاونت موديفاي شيرنج، جست اكاونت انه بس تشوف ما بتريدش. بس كده عمل لي ايجكت من هنا، اخرج عليه عشان ادخل تاني مره، روح على الجو، تعال على النيتورك. هذا هو بعمل كده واقول كريت. شوف ايش خليه ايرور، شو مور ديتيلز، قال لي ريد اونلي فايل سيستم. شفت يعني ايش؟ يعني مايكروسوفت يو دونت هاف بيرميشن، ما عندك اي تصريح، ما عندك اي تفويض، ما تقدر تدخل. تمام. طيب ده يعني الى هنا كان موضوعنا في اليوم، تكلمنا على اوبريتنج سيستم، وكان موضوعنا يوزرز اكاونت في لابونتو، وكان عبارة عن اوفر فيو حول لابونتو، وتكلمنا عن البرميشن في لابونتو، وتكلمنا على الشيرنج، وتكلمنا على الشيرنج برميشن. الى هنا اشكركم على حسن الاستماع، كان معكم اخوكم ولا عصام، اشكركم على حسن الاستماع وطيب الله اوقاتكم، شكرا جزيلا.